حبايب قلبنا، الله يسعدكم شلونكم، ان شاء الله تكونوا بخير. يا رب نورين قناتنا كلياتكم، اشتركوا بالقناه وحطوا لايك. ايوه تري، اول شغله صارت لكم يا اشتركوا بالقناه وحطوا لايك. اليوم يا غوالي ايش راح يكون الفيديو؟ غزل بنات، غزله البنات. الله يسعدكم، اليوم راح يكون الفيديو حماس خصوصا بيوم محمد وتري. راح انا عندي طبعا اله غزل البنات مشتريتها من السنه الماضيه، وحابه اليوم ان نسوي غزله بنات بالالوان طبعا. راح نشوف راح ينجح هذنا الالوان ولا لا، باللون الاخضر واللون الاصفر واللون الاحمر. راح نجربين مع بعض وان شاء الله يا رب ينجحن. وبنفس الوقت حمودي وسريا اخر شيء راح يعطوني رايهم، مثل ما تعرفون الاولاد الصغار يعشقون غزله البنات، صح؟ يلا نبلش. يلا هيا، ينفع نساعدك؟ ينفع تساعديني؟ قال شلون تساعديني انت يا الحز؟ بس بشغلات بسيطه، انت تلفي لي العود. لف العود؟ ايه تلفي العود وتلمي هي غزله البنات. حاضر تيتا. ان شاء الله ان شاء الله ما تخربط. ان شاء الله ما تخربط. لا ان شاء الله. وقبل ما نبلش فيديونا لليوم، شو رايكم نضل نجيب الات تجارب وهيك شوي شغلات ادوات منزليه ونجرب بالفيديو ونعطيكم راينا؟ طبعا ما نحاول نجيب شغلات تكون رخيصه، ما نستغل الاله، يعني اذا كانت الاله غاليه ما اشتريها. باخر الفيديو راح اقول لكم منين جبت الاله تبع غزله البنات وايش قد سعرها بهذاك الوقت اللي اشتريتها بيه. بما ان اليوم العالم الاصفر وكنا لابسين اللون الاصفر، اليوم ايش راح نختار؟ اي لون اصفر نبلش بيه. راح نسوي اول غزله بنات باللون الاصفر. يلا خلونا نبلش. طبعا يا غوالي هذه هي اله غزله البنات مثل ما انتم شايفين، ليها كبسه من هين، نقدر نضل عايفينها على الكهرباء بس بنفس الوقت تكون طافيه. تجي معاها هاي المعلقه مشان نضيف فيها الملونات او السكر. راح طبعا هي بيليها سكر خاص بيها يجي ملون، بس انا اريد اجرب شغله ثانيه، ملونات الطعام واحطن على السكر ان شاء الله يا رب تنجح. هي نفسها يعني بس انه احنا نسويها بالبيت. راح اضيف كميه صغيره اول شيء، بما انه عندي ثلاث الوان راح نجرب الثلاث الوان اليوم ونشوف مين الاحلى وان شاء الله ينجح زاد، لانه هاي اول مره اسويه بالملونات. اول شيء راح اضيف اللون الاحمر واللي هو اكثر شيء متشوقه اشوف شلون راح يطلع. بسم الله. نحاول نصبغ السكر نحركه مع بعض وان شاء الله يطلع معنا اللون اللي احنا بدنا اياه بالنهايه. واللون الاخضر طبعا شيء انتم متعودين عليه انه غزله تجي باللون الاخضر، راح اجرب اليوم. انت يا ثريا شو تحبين، اي لون اكثر شيء؟ لون الزهري اكثر. بس كانه هذا مو اخضر، مو اخضر، برتقان. هذا برتقاني. ها هذا مو اللون الاخضر، معقوله هذا على صار برتقالي؟ هذا اول مره يعني افتحه. راح احرك زين، نحاول نصبغ السكر. ضل عندنا اللون الاصفر. لون اصفر، اللون الاصفر زاد حلو وراح نبدي باللون الاصفر. بسم الله. هو اصفر بس احسه برتقالي. احرك واشوف اذا ناقصه. حسيت اللونين هذن قريبات على بعض، بس هذن يجي لنا الطبخ اكثر شيء، مشان هيك يعني على المي لا يتغير اللون. يا والله اللون طلع حلو. ها صح؟ ما اصفر بس حلو. بس حلو. يلا حلو الشغل. وين الشغل الحال من نشغلها؟ نقول بسم الله. بسم الله. طبعا بدنا نستناها تحمى. طبعا يا غالي بدنا نستناها تحمى شوي بعدين نحط السكر. بي سخان مثل كأنه بي سخان كهربا جوا، هو عبارة عن انه يذوب السكر ويبلش يطلع خيوط، وهاي الخيوط هي غزلة البنات. الله علي فنانة، فنانة بالشرح صح؟ صح صح. خلونا نبعد الالوان نشوفوا ما الالوان اللي طلعت معانا ما احلاها. ماما من جد حلوة. ماما احس هذا لونه زهري.
وين؟ هذا لون زهري؟ ايه هو احمر بس على الابيض يصير لون زهري، هذا مختلط. يا ماما نستناه شوي تحمى ونحط السكر بهذا المكان. طبعا يا غوالي اول شي راح اطفيها ونحط اول معلقه. طبعا هاي جايه معلقه قياس، يعني راح احط بس استناها تقف مشان ما يطر السكر علينا. ونرجع نشغل قبل ما تبرد. ها ايوه، ونجهز العودة ونستنى. ماما اعطيني انا، هاتي ماما انا اجرب. استنى شوي بطمر، ذوب السكر اول شيء لحتى يطلع، هذا قديم لانه تعرفون هي تجربة، وهي بنفس الوقت نجرب شغلة حلوة وتسلية للولاد. ها غير شكل من عندي تبع غزلة بنات بالبيت. طيب يا غوالي بلشت تطلع الغزلة ونبلش نلم. طبعا هي مو مثل الماكينة الكبيرة اكيد، يعني بفرق بس انه تقريبا نفس النتيجة، بس هاي تجي الخيط انعم شوي. والله هذا اللون اللي بدنا اياه صح؟ زهري. الزهر يحطون لون احمر ما يحطون لون زهر، الزهر يطلع غير لون. يب مستناها لبين ما تكبر للاخير. الألوان الثانية شكل السكر بدأ يخلص. ماما خفت لين. ماما ها مش هصير من اللون تقريبا خلص. خلص؟ تقريبا خلصت الكمية السكر اللي حطيتها. ايه ماما بس ثاني رح أكمل لحتى أحاول أسوي أكبر غزلة بنات. واحدة؟ أحاول أكمل يعني. طيب طيب أطفيها أحط سكر النوب وأرجع أكمل على نفس العود. ماما سريع. ماما حاج خلص. خلص؟ ماما انا الاول اكل. بس انت تطريها. راح اطفي واحط السكر الباقي. فضليها عشان ما يطر علينا السكر ونكمل. تمام. هات يا ماما تعال. هذا الكمية القديمة يمكن. وهاي يا غوالي خلصنا أول وحدة، إيش رأيكم؟ حلوة. حلوة؟ آه. هاي عادل أعطيها للمتابعين وإحنا ما نأكل صح؟ لا بدي. 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 هذا جرب. والله ناجحة 100%. ها بدي أسوي غزلة بنات وبلش نبيع بالشارع أنا وثريا ومحمد، شو رأيكم؟ تروحون نبيع غزلة بنات؟ عشان بابا يفرح علينا بالفلوس. شنو؟ فلوس. مشان بابا يفرح علينا بالفلوس. ايوه خلص معناته هذا مشروع نروح نسوي، نبيع غزلة بنات ونجيب لبابا المصاري. تمام. تمام والله يا بنات راح تطلع عن جد البنية، راح تطلع بالمستقبل واحدة موفرة. لأن تقول راح نبيعها مشان نجيب الفلوس لبابا مشان يفرح عليهن. طيب رح ناكلها ونرجع نسوي اللون الثاني. على فكرة احنا على اساس يعني حكيت انه اول وحدة نسويها باللون الاصفر. يلا معلي ما اثر، كل الالوان نفس الشيء. يلا كلوا. هاتي انا. خذوا هيك. ايوه كلوا كلكم انا. يا سلام. شايفين يا غوالي؟ الله. ما تها. انا حاكلها. قرب لهم اياها شوفوا شلون. تحسونها صوف ما تحسونها سكر يعني. طعمها لذيذ. طعمها لذيذ.
بس هاي تسوي شوارب للواحد. حاسة تعلقت على كل وجهي. هاي ما لازم نعيفها مكشفة كثير لأنه الذوب كان سوينا ثلاث وبعدين شوفناكم إياها. صرح ناكلها ونرجع نسوي واحدة ثانية. وهذا اللون الأصفر زاد صار معانا يجنن. واو جن حلو. ماما ها لك اللون الأصفر أحبه أوي. أنا تحبين اللون الأصفر أوي زهري. والله طلع غير شكل. خلصت؟ لا لسه فيها. وعلى فكرة دا تصير شوي شوي الوردة. ونبلش ناكله لحتى نسوي اللون الأخضر. ايوه خذي يا مصورنا. هادي ماما خيو خلوني امسك حمودي. ايوه خذ كل واحد ياخذ من لون لبسه. خذ يا ماما. وبلشنا باللون الاخضر. طبعا على حسب ما تكثرون الالوان يطلع معاكم اللون. بس عن جد غير شكل. فوق ما انكم تسوون غزلة بنات بالبيت راحة نفسية. ونظل فاتحين الكاميرا ونسوي الصراحة ما راح نخلص. راح نسكر الفيديو وبعدين نرجع نكمل معركتنا. الله يسعدكم. شوفوا من اللون الاخضر طبعا ما كبرت ثانية. حطيت كمية سكر صغيرة. ولسه شغالة. والله محمد اثري عجبهم من الوضع. نظل نسوي كل يوم؟ ايه. عيفوني شوية. حيفوني شوية تقولكم. حتى اللون الأخضر طلع حلو ها؟ مع أنه ما توقعت يعني ملونات الطعام تزبط. كولي. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو يا غوالي. واكتبوا لي إذا حابين أسأل لكم إيش تجارب جواب التعليقات. ليه نقولكم مع السلامة. حطوا لايك واشتركوا بالقناة. ونكمل.